شوف يا خميس، لما تيجي تقطع لازم السكينة تبقى حامل، ولما تقطع تقطع بالعدل علشان الزبون يرجع تاني. حاكم في مهنتنا دي لازم الواحد يبقى أمين. خد بالك وركز معايا وتبقى إيدك ميزان. شايف؟ وريني كده. ها جدع جدع يا خميس. عايز العيال يقولوا عليك ابو دمعة؟ وقف عدل كده واصلب طولك وامسح دموعك دي. انت راجل ابن راجل، ولما حد يضربك بسكينة اضربه بالسلاح، فاهم؟ يلا. في شغلتنا دي يا خميس السلاح لازم أن يبقى حتة منك، لازق لزقة الجلد على العظم، وطول ما هو في يدك الناس هتعمل لك ألف حساب. عشان كده لازم تعرف كل مسمار فيه وتعرف كيف تضرب بيه. ودلوقتي اما اعلمك كيف تنشن وتضرب. ايه ها بس كيف؟ ايوه زين. عينك هني وهني وعلى الشخص اللي هتضربه. جاهز؟ اضرب يا خميس. يا كل ده ذنب مين فينا ده يا امه؟ ذنبك ولا ذنب ابويا ولا ذنب خالي ولا ذنب انا؟ هو انا غرست في دنيتكم بكيفي ولا غصب عني؟ ولو كان في اللي هو الغصب عني أكيد بعد كده بقى بكيفي، يعني ملطوط ملطوط، كلنا اترمينا في صفيحة واحدة، ما عادش فارق بقى مين ظالم مين مظلوم. فاكرين روحنا ياما هنا وياما هناك، واحنا في الأصل أضعف من ورقة بفرة وأقل من نفس سيجارة. حب الدخان معبئين الدنيا كده، وتيجي هشة ايد وتمحينا. Mm-hmm.